للوقوف أكثر حول آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف ينضم إلي السيد بسام البني المختص في الشأن الروسي من موسكو. أهلا ومرحبا بك معنا. بداية، كيف تقرأ أو تعقب على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ الرئيس بوتين يحذر يعني من عواقب اقتصادية وخيمة على العالم كله، لأن لا يمكن تبديل الغاز الروسي بأي أو النفط الروسي بأي مصدر آخر، أضف إلى ذلك المواد الأخرى التي يمكن لروسيا أن يعني تمنع تصديرها، وقد بدأ بالفعل منع تصدير بعض المواد الهامة من روسيا إلى الخارج. روسيا تتعامل مع هذا الملف بحذر، ولكن هي جاهزة لأي احتمال ممكن، كل الاحتمال مفتوحة. أنا برأيي كان على روسيا أن توقف الآن وبدون أي تأخير ضخ المواد، يعني ضخ الغاز والنفط إلى أوروبا، من أجل أن يشعروا فعلا بالألم كما يريدون لروسيا أن تشعر. فهناك حرب اقتصادية مفتوحة على روسيا، وعلى لسان الرئيس ماكرون قال نحن يعني نشن حرب اقتصادية شاملة. الرئيس بايدن قال سندمر الاقتصاد الروسي. لا، لماذا هذه الرأفة من قبل روسيا؟ ألا ترى بأن يعني ألا تعتقد بأن مثل هذه الخطوة، قطع الغاز والطاقة الآن في مثل هذه المرحلة، في ظل يعني التباين والانقسام عند الجانب الغربي أو المعسكر الغربي بشأن القرارات الأمريكية، من شأنه أن يعيد مرة أخرى ترتيب الأوراق والصفوف والبحث عن بدائل في مثل هذه المرحلة؟ يعني قد يكون لدى القيادة في روسيا رؤية أخرى، ولكن أنا رأيي الشخصي أنه يجب قطع الآن الطاقة، لأن الحرب معلنة على روسيا اقتصاديا حرب شاملة مدمرة. نعم، روسيا مستعدة لهذه العقوبات، وستخرج منها أفضل وبقوة أفضل وبأكبر يعني نتائج ملموسة قد تزيد من الإنتاج الروسي المحلي، ولكن هذه الحرب الغير مسبوقة اقتصاديا يجب أن يكون الرد بالمثل على أقل تقدير يعني. ولكن ألا ينعكس ذلك أيضا على الاقتصاد الروسي؟ يعني بوتين ألمح أيضا وقال يعني حتى اللحظة لم يتم إغلاق يعني أنابيب الغاز المؤدية إلى أوروبا من الأراضي الأوكرانية. ألا ترى أن هذه الخطة في على وقع الأزمة الاقتصادية وأيضا التداعيات قد تنعكس في نهاية المطاف سلبا أيضا على الاقتصاد الروسي؟ بكل تأكيد ستنعكس، بكل تأكيد. ولكن الآن يعني عندما يعلن أحد ما حرب ضدك ولا يريد أن يدخل حرب عسكرية ويقول أنا لا أدخل حرب عسكرية، ويجد ذريعة من أجل أن يقاطعك بكل المجالات ويشيطن دولتك ومواطنيك ورياضيك وأدباءك وسياسيك، يعني كيف سترد؟ حرب؟ لا تريد روسيا الحرب مع الغرب، الغرب لا يريد روسيا الحرب. طيب، مع روسيا. سيد بسام، ولكن هناك بسؤال آخر لربما نستغل الوقت معك، بسؤال آخر، أوروبا اليوم تجتمع لدراسة أيضا السيادة الأوروبية، تدرس أيضا إمكانيات أخرى تتعلق يعني بأمنها بعد الحرب يعني الجارية الآن في أوكرانيا. كيف تقرأ هذا الاجتماع وهذه القمة اليوم في باريس؟ أصدق قمة الاتحاد الأوروبي؟ نعم، قمة الاتحاد الأوروبي صدر عنها يعني أهم جملة قالوها، أنه ليس الوقت مناسب الآن لدراسة طلب أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي لأنها في حالة حرب. وباعتقادي هذا تصريح موفق وموقف موفق، لأنه لا يمكن فعلا ضم أوكرانيا اليوم إلى الاتحاد الأوروبي. ليس يعني هناك أوكرانيا اليوم على كف عفريت كدولة، ممكن أن تبقى وممكن أن لا تبقى، ممكن أن تصبح موالية لروسيا، ممكن أن تمتد الحرب بها إلى وقت طويل. يعني إذا ما اتخذ الاتحاد الأوروبي قرار بضمها اليوم، فيعني أنه سيحمل أعباءها كاملة. والغرب أظهر لأن كل المؤشرات تظهر أنه ورط أوكرانيا من أجل أن يستخدمها كرأس حرب ضد روسيا، ولا يريد أن يتحمل مسؤولياته. والناتو يقول لك نحن لن نتدخل في الحرب إلى جانب أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي يقول لك نحن لن نضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. نعم. هذا أنا برأيي فيه مؤشرات تدعو للتفاؤل، لكي تفهم السلطة في كييف أن عليها التفاوض مع روسيا والقبول بشروطها من أجل أن يخرج الاتحاد الأوروبي والغرب والعالم من هذه الأزمة الاقتصادية، وأن تحقق روسيا أهدافها. أشكرك جزيلا الشكر السيد بسام البني المختص في الشأن الروسي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.